احبائي اهلا وسهلا فيكم على الطبيعه، وعلى الطبيعه هيك وقاعدين وعم نجيب قصعين سوج سيج هالمريميه هورقه الزعتر المخمليه الحلوه تنعمل وصفه من وصفاتنا لليوم. اليوم رح يكون عندي من الباذنجان الراهب على الفحم وعلى الجمر، رح يكون عندنا البط المدخن، وبالاخر اكيد رح يكون في عندنا طبق حلو ملون رح نتعرف عليه اكيد بعدين. وهون كمان هالقصعينات كلهم صاروا موجودين، بس رح يبلش الشيف شادي بالبط المدخن. هيدي هي مكنة التدخين، فينا نقول مكنة بيتوتية. انت هون الجمر ورانا كمان والع، الشكل بيعقد، المطبخ ورانا والبطة قاعدة تحت الشمسات. يلا يا شيف على البطة. أنا جايب البطة جاهزة، رح نعملها نقعة بتعقد بتجنن، رح تشوفوا كيف هيدي النقعة وبطريقة سريعة. يلا سويا، واحد اثنين، وورشستر شاير صوص، وورشستر شاير صوص كل العالم بيعرفوها، بنلاقيها هيك بقنينه موجوده وين ما كان. السكر الاسمر كل العالم بيعرفوا السكر الاسمر يا شيف شادي. كاتشب ما حدا بيعرف الكاتشب، اكيد ما حدا بيعرف الكاتشب. ومنروح بعدين على العسل، ان شاء الله كل ايامكم عسل، وهيدا كمان العسلات صاروا هون. اما بالنسبه للخردل يا سلام، بيزيد طعمي وحلاوه وجمال، حلاوه يعني قصدي هاللون الحلو رح تطلع كمان الصلصه. وعندي الزنجبيل، سكين يا شيف شادي، خلينا نعمل هيك. وبدي انا اقطع الزنجبيلات الحلوين بهالطريقه حتى مع القشر من دون مشكله، رح اجي اقطعهم شوي صغيره، يعني ما بدي انه افرمهم ناعم ناعم، بدي اعطي طعمه الزنجبيل انا للبطه. برجع بجيب هيدي النقعه الحلوه وبحط عليها الزنجبيلات، جمع زنجبيل زنجبيلات. واو، اللي ناقص هو ملح، ما تكتروا لانه الصويا فيها ملح والورشستر شاير صوص فيها ملح، بس يا شايف شادي البطه 3 كيلو، سو ما معقول الملحات اللي موجودين بهالصلصات الاثنين يأدوا للبطه، فرح نزيد شويه ملح. وعنا اكيد من الفلفل هيك، ورح يكون عندي من ورق الغار رح نحط كمان من حب الهيل، اذا بدكم حصين ثلاثة توم، واحد رح لهونيك نرجع بيجي بق. يلا وهون صار عندنا النقعة جاهزة، البطة الحلوة رح نحطها هون، النقعة على البطة كلها كلها يا شيف شادي، هيدي النقعة هيك على البطة، ومنبلش نملحس لها، نعمل لها مساج للبطة كلها كلها سوا حتى كلها ندهلها بهالمزيج، نحط التوميت بقلبها من جوا كلها 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 سوا. واكيد مثل ما بقول دايما، اوكي مساج للظهر نعمل لها كمان هون للورك. يلا يا شيف كلهم سوا بتعقد. وهيدي البطة على القليلة لازم نغلفها، منغلفها بأي نوع من أحسن شيء الجرينج فيلم، أوكي نايلون بنحطها بالبراد، وبس ترجع تطلع لبرا بنرجع بنفركها شوي صغيرة بعد 6-7 ساعات وبنربطها، ويلا على مكنة التدخين. هيدا الطول اللي هو بدنا إياه لهالخيط اللي بدنا نستعمله، بنقصه هيك. يا سلام شلنا الخيط، الخيط مقاوم للحرارة، هيدا بنستعمله كنا نحن وصغار للطيارات. يلا يا شيف رح نتعلم كيف بدنا نربط البطة. أول شيء ناخد النص، طلع نص من هون، بننزل تحت البطة شايفين، نرفع لفوق نعمل وحدة واثنين، شدوا 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 شدوا، واحد اثنين شدينا يا شيف شادي. بعد ما شدينا بناخدها هيك على الصدر وبدنا نقلبها، واحد اثنين اوكي قلبناها. من بعد ما قلبناها شو منكون كتفنا معنا؟ منكون كتفنا معنا الجوانح، واحد اثنين ونشد يا شيف شادي، نرجع منوقفها، ما تخافوا منا لانه
البطه ميته يعني ما خلص ميتت. هون كمان نرجع واحد وهون اثنين وهون ثلاثه شدها يا شيف شدها بعد وهيدي البطه لك وينا يا سلام هيدي البطه صارت هون كلها سوا مكتفه بتعقد بالجن ويلا يا شيف شادي بنحطها بقلب السموكت ماشين. نسيت شغلي لانه اخدها معي اللي هي كتير مهمة بالمطبخ اللي هي الشقفة اللي بنضلنا حاملينها او الكفوف مشان ما يحترقوا ايدينا. يلا يا شيف شادي هون منقول واحد اثنين ثلاثة يا سلام يا سلام نجي نحنا بنحطها بقلب الماشين هيك كتفنا وهيدي الصلصة اللي بقيت منسقي فيها بعدين بالآخر وهلأ منقول منسكرها مزبوط ومنجي بدنا نحط فيها هالزعتر حتى تبلش تدخن بقوة واحد اثنين ثلاثة واو على موضوع البطة يعني أنا عم فكر بالباذنجان الراهب وهلأ كمان عم فكر بموضوع البطة البطة وهالدخان الحلو وهالسموكت اللي عم يوصل لعندي بس خلونا هلأ نعمل الباذنجان أكيد الباذنجان لونه أسود ورح يصير كمان أسود من هيك يعني بدنا نشوي يا معلم من جميع الجوانب وبدنا نعمل باذنجان الراهب بس نحن بلشنا أول شي بالبطة لأنه بتاخد وقت وهلأ على باذنجان الراهب ومش صحيح أنه الشيف شادي عمل برمي وراجع الشيف شادي إجا على المطبخ يلا وهون هون وينه عمالكم في بطه بعدها طيبه عمالكم في بطه بعدها طيبه كانت هون ماشي على ورانا لك وينه هونيك في بطه بعدها طيبه اوكي هلا بنذبحها على كل حال شو بدنا نعمل بالباذنجان رح نشويهم مثل ما بتشوون انتو على نار او على الغاز انا رح اشويهم على الحطب ومنبلش منبخشهم بهالطريقة رح نعمل باذنجانتين ولا باذنجاني وحدة باذنجاني وحدة يلا باذنجاني وحدة وأكيد ب خلينا نقول بباذنجان الراهب رح حط أكيد رح حط خلونا نشوف شو بدنا نحط أولا النار عندي شعلانة هيك ورح حط الباذنجاني بهالطريقة واحد وكل شوي إذا بدي بعملها هيك أنا بزيحها طلعها بنزلها حتى نستويها من جميع الميلات كلها سوا صارت مستوية شو بنعمل؟ بكمان بنفس هالصيخ اللي بنستعمله للحمة بنروح على راسها من فوق لأنه بيكون هو أكثر شغلة بعدها ني وبناخدها معنا على المطبخ يلا أجمل شغلة بس نحن نشوي من الباذنجان منجيب هيك جات خلينا هيك جات منحطها هيك بالجات وبدنا كمان أكيد مي صالحة للشرب عليها هيك تبرد بالطريقة هيك يلا 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 ومتركها إذا بدنا شوي صغيرة على جنب أو إذا بدنا دغري طلعوا هذه هي الطريقة بلشنا نقشر إذا كان احترقوا إيدينا منحطهم شوي بالمي ومنرجع شايفين شو حلوة ومنرجع منحط عليها شوية مي ولا أهين من هيك هلا انا رح اقشرها بعد شوي صغيره كلها سوا ورح تشوفوا كمان طريقه تقشيرها ولا اهين وفيكم تنطروا انها تبرد وكمان بتقشر اهين مثل ما بدكم ورح احطها على جنب هون منيح يلا شو بدنا نحط يا شيف شادي مع الباذنجان الراهب منبلش بندوره طماطم قوطه بومودورو توميتو طماط نعناع واو رمان بنروح على الحامض اكيد بصل اخضر فلفله حلوه خضراء وعندنا قدامنا من دبس الرمان عند الثوم وعندنا السماق يا سلام طنبلش نحشر يلا يا شيف خلينا ناخذ هالبندوره بنعمل صحن واحد نقطعهم مكعبات يعني نوعا ما هالمكعبات طلعوا كيف او خلينا نقول اذا مش مكعبات يكونوا قطع من البندوره بيقدوا لصحن واحد نحن ما راح نعمل كذا صحن اوكي بالطريقه هيك طلعوا شو حلوين
نزيح شوي. واو هيدي كمان هون رح نحطها وبنجي. خلصنا بندورة الفلافل الحلوة نفس الموضوع. شغلتنا محلة قطع صغار. منروح كمان على هلأ البصل الأخضر، لكن صار عنا هون بندورة وفلفل أخضر. منروح على البصل الأخضر نفس الموضوع، مفرومين كلهم 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 مع بعضهم. طلعوا إذا كانت وحدة كبيرة مش عم نقصها شوي كلها 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 كلها. والنعنع هلا رح تشوفوني كمان بسرعة رح قطع النعنع. رح ناخذ شوي صغيرة من قشر كمان الحامض، وبعدين رح نفق الرمان، ورح نجيب كمان هلا بصلة. بس يا شفشادي بصل وبصل أخضر أو هيك أو هيك مثل ما بدكم. ورق النعنع اوكي. اذا عم تشوفوا كمان انا بعدها شوي سخنه، ما نطرت مثل ما انتم رح تنطروا كمان بالبيت. طلعوا كيف صارت حلوه. بعد ما صارت حلوه يا شادي، بعد شوي بتصير اجمل. نشيلها كلها كلها كلها. طلعوا كيف. واو هلا احح يلا جيب مي بدنا نغسلها كلها 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 هيك 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 هيك. اذا هيك بعدين لقينا لقينا شيء هيك شيء ورقة بعدها معلقة، شيء قشرة بعدها معلقة، فينا نشيلها. يا سلام. هذه هي البتنجاني. هلا تعقد. يلا يا شيف. رح نشيل نحن عنا هالمكونات كلها، عنا هالبتنجاني. رح نقص راسها. هون لأنه بعده بيكون شوي صغيرة هيك بنحسه بعده تقيل شوي، تقيل الدم نتفة صغيرة أو سميك. منروح على الباذنجان منقصها بالنص. جميل. وبهالطريقة بضل عندي شغلة واحدة. يا سلام. قصدي شغلتين. واحدة شرائح الثوم، شرائح الثوم يعني هيك طلعوا كيف. هيدي هون هيك. يا سلام. هالشرائح الثوم الحلوين اللي بيزينوا هالطبق. ومنروح بعدين على الرمان. كيف بدنا نفقي رمان يا شيف شادي؟ رح نعمل شغلة كتير حلوة. رمان قصها بالنص. من بعد ما نقص الرمانة بالنص رح نجي نحن على جات. اوكي هالجات نحطه هون ومنبلش. واحد اثنين ثلاثة مندق على الرمانة بهالطريقة. لازم الرمانات ينزلوا كلهم. بنضل بخلي ايدنا هيك. طلعوا كيفها. مندق عليها بتلاقوا انه كلها لازم تفضى. واو شو حلوة. ها هيدا. هلا في عالم بدقوا بملقعة الخشب، يعني بتجيبوا ملعقة خشب هيك وبتدقدوا. ها فيكم كمان تدقوا فيها هيك. كمان نفس الموضوع بينزل الرمان كله. صار طلعوا ايدي كيف. هيدا الرمان. وبهالطريقة فينا نفق الرمانة بطريقة كتير حلوة. والرمان واو. والرمانات بعقدوا بجننوا، عطوا كمان هاللون الحلو. وأول طبق وسلطة الباذنجان الراهب صارت جاهزة بألوان حلوة مثل ألوان كمان هالطبيعة، بانتظار إنه يخلص البط. يلا بنحطها على الطاولة. طريقة جميلة. وأنا رايح على البطاط. باي.
كلنا سوا، كلنا وعينينا فتحين على موضوع البط لنشوف الحرارة تعقد. وين الحرارة؟ برمناها قبل بشوي. لك وينها هون؟ حرارة فينا نقول 60 على القد. يلا لكفي آخر مثل ما بيقولوا آخر تاتش أو آخر حركة. طلعوا كيف الحركة الحلوة هيك، ندهن هالبطة كلها سوا. وهيدا بعد 6 ساعات على حرارة 60 درجة ونحن قاعدين عم نحط فيها زعتر قصعين زعتر قصعين زعتر قصعين تصارت هيك بتجمر كلها من برا. اوكي، حتى اذا بنحط على بكره اي نوع من اللحم اللي فيها عظم مثل ريش الضاني مثل كمان الكوتلت تبع الفو يعني تبع الفيتيلو او البيتيلو. اوكي، طلعوا كيف هيدي هون صارت كلها سوا جاهزه، بس مش ناقصها غير واحد ياكلها. رح نشيلها بهالطريقة، نحنا نشيل البطة منفوت بالشوكة هيك براسها، إذا فيها مي بينزل منها بقلب ماشين. طلعوا شو حلوة هيك، ويلا على الصينية. ومن الصينية دغري على المطبخ تنقدمها. مثل ما شفتوا كانت كتير سهلة النقعة، يعني ما عندنا كان مشكلة يا شيف شادي بالنقعة أبدا. كانت كتير سهلة إنه نحطها بهالماشين أو بهالسموكت ماشين أو بهالمكنة التدخين البيتوتية خلينا نسميها. أبدا ما كان صعب، بس المشكلة الوقت يلي بده يمرق تنعمل هالبطة. نفكها كلها سوا، طلعوا كمان الخيط كيف ملزق فيها على الآخر. واو، هيدا البطة كمان هون، هيدا الخيط كله سوا يا شيف. شلنا الخيط، فينا كمان نزينها قدمها لقدام هيك، نزينها بورق الغار. فينا نجيب كمان حامضة، أكيد عنا حامضة هون، والحامض قطع الحامضة بالنص، وبعدين بالنص هيك فينا تلاقيهم بهالطريقة، لأنه واحد كمان بياخد حامضة وفي يأثر عليها كمان حامض على اللحمة. وبس يا شيف شادي عنا من الزنجبيل، لأنه النقعة اللي بيتذكر النقعة كمان كان فيها زنجبيل هيك كمان، وكان فيها كمان من الحامض، حص كمان هيك من الثوم حواليا. جيروفل الهيل هيك عم نزينها بالطريقة الحلوة فقط لا غير. سكين يا شيف شادي. والوصفة الثانية لليوم اللي بلشنا فيها أول شيء اللي هي البطة، يلي هلأ بدها تخاوي رح تقعد على نفس الطاولة مع سلطة كمان الراهب الباذنجان. واو، الطريقة الحلوة، ويلا يا شيف. شوفوا هالسلة الحلوة من الموز، من المانجا أو المانجو، الرمان، الكيوي، الأكادينيا، الفريز، العنب، التفاح الأحمر، التفاح كمان الأصفر، الكيوي البني بس بقلبه أخضر، والأناناس والموز. نرجع هني زيت. أوكي طيب، رح نعمل سلاد دو فروي، قاعدين على الطبيعة هيك حابين نعمل هيك شوي صغيرة سلاد دو فروي. وكمان كل هالشباب اللي عم يصوروا معنا اليوم والمخرج والمنتج كلهم سوا ناطرين تتخلص هيدي الفقرة مشان ناكل هالسلاد مع بعضنا، وراح نزينها بالزبيب.
بالجوز وبالتمر يا بي شو حلوه. كمان بشهر رمضان بتعرفوا شو حلوه هيدي هيك باخر كمان الافطار شو بيعقد. اوكي يا شفشادي رح نبلش شو بدنا؟ رح نبلش بحبوب العنب الحلوين من دون ما نعدهم اكيد، يعني فيكم تحطوا كمان قد ما بدكم من العنب. ممكن كمان انا ما لقيت العنب الابيض او العنب هيك الروزي شوي مع الحبه الصغيره كمان طيبين، لقيت العنب الاسود من دون بذر. ياي 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 24 25 26 27 و30 30. شاطر بالعد الشيف شادي. يلا يا شيف رميني هون، رح نروح على الموز. شيل موزي طريقة، خلينا نحطها هيك، نحطهم هون بيطلعوا حلوين كلهم هيك مع بعضهم. منقشر كمان هالموزة حلوة ولا أطيب من الموز الصبح. أنا هيك بس أقع الصبح بتلاقونا شو موزة ولا أطيب كمان من الموز عالطبيعة. طلعوا كيف، وهيدا الموز صار جاهز، عنب وموز صاروا جاهزين. أما منروح على بدنا نروح على المانجو، منروح على المانجو. يلا منقص المانجو بهالطريقة. هلا كمان إذا بدكم منشوف كمان في اشياء بيعملوها كتير والكتار منكم يمكن ما بيعرفوها. بيقصوا المانجو بهالطريقة، بيرجعوا بحيزوه هيك مزبوط، بيرجعوا بحيزوه بهالطريقة هيك، هن بيرجعوا أنا مالي قصة. واحد بس واحد يقدم نفتحها بتصير هيك الوحدة لوحدها شكلها حلو. شو رأيكم بالموضوع؟ بدكم نخليها هون هيك شكلها حلو بس. وبنرجع بناخذ كمان شقفة غيرها منقشرها كمان ومنقصها، يعني فينا بس هيك القشرة. طلعوا كيف القشرة دغري تقبع، ويلا تقطيع شوي صغيرة والمانجو صار جاهز. أما بالنسبة للكيوي خلينا نقي كمان حبة كيوي حلوة. هيدي منيحة. راس وكعب، راس بهالطريقة بننزل على الكعب بنبرم حواليه في إبرة، هالإبرة بنقبعها. يا سلام هالإبرة، إذا هيك بنعمل زوم هون في إبرة. أخ أخ يعني لو بيصير لي كمان هيك فرجيكم قديش بتأذي. هيدي ما لازم تتاكل. وبالملعقة بنروح منقشر الكيوي برم 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 برم. هيدي قشرة الكيوي هون، وهيدي كمان القشرة اللي فيها الإبرة، وبنروح منقصها للسلطة. ومثل ما عم تشوفوا القطع اللي عم قصهم هالسلاد دي فروي أو سلطة الفواكه أو الماتشيدونيا دي فروتا، حلوة تكون شقف كبار، ما ضروري كمان نروح دايما على الصغير. فريز يا سلام، رح حط حبتين هون وحبتين هون وحبتين هون، هم نزين فيهم. أما الحبتين الباقيين رح نقصهم هالطريقة. حلوين ألوين ألوين. صحيح انه تحضير وصفه من هالنوع كتير هين ولا اهين من هيك، بس عم تلاحظوا انه من خلال هالتحضير عم اتعلم كتير من الاشياء، ان كان المانجو ان كان موضوع هلا كمان ال شو اسمه الكيوي، هذه حبه اكاديميا، وهلا بعد شوي صغيره جاي موضوع الرمان. هون عندي الاكاديميات الحلوين يلا. برتقال بعد شوي رح نقلكن ليش رح قطعها، ورح نقول ليش بعدين. الرمان كمان رح نقطعها ورح نحطها هون، ورح نقلكن ليش كمان بعدين. تفاح، حلوة التفاحة هيك يعني حتى بقشرة في أي مشكلة. أكيد فيكم تحطوا الأناناس مثل ما شايفين، فيكم تحطوا كمان الأفوكا. شو بعد عندي؟ بعد عندي رمان قصص، فينا نحط البابايا مثل ما بدكم. تفاحات، ويلا يا شيف تنزل الرمان
فوق دغري، يعني احنا فوق كمان هالسلطة بصير بيطلع عنا هاللون الأحمر تبع الرمان. طلعوا كيف عم ينزلوا كل البذر الموجود بقلبها، وعندي عصير البردقان اللي قلت لكم ليش. واو صرنا نوعا ما كاملين، وهيدي هي سلطة الفواكه. رح نقدم منها لثلاث اشخاص، انا والشيف شادي وشادي زيتوني، كلنا سوا مع بعضنا لناكل. نقول واحد، عبينا، اثنين، وهون كمان الثالثة. واو اوكي، واحد، حبتين فريز، منقول تمر، كمان حبتين من الجوز، عليها الزبيب. اوكي شو رايكم؟ وبهالطريقة منكون خلصنا آخر وصفة لليوم. بتعقد بتجنن مزيني. واو واو كمان هالقطعة الحلوة بهالطريقة. أنا شو رح أعمل؟ ما كنت أنكمشه بطريقة مزبوطة. شو رح أعمل؟ رح أجيب المانجو رح حطها هون، ورح ننتقل إلى حد البطة، إلى حد كمان باذنجان الراهب. كانت حلقة ممتعة، صحيح أخذت وقت كتير، بس نحن هدف البرنامج نوصل أكثر معلومات ممكنة لألكن أعزائي المشاهدين. باي.